مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز رقجع نسعى لتنظيم مونديال السيدات في نسخة 2031. وليد الركراكي يفاجئ كل مغاربة ويحدد قائمة الأسود من 50 لاعبا استعدادا لكأس أمم إفريقيا. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقرر توقيف حكم بسبب لاعب أجنبي في النادي القنيطري. الدولي المغربي أمين حريت يتألق ويسجل في المباراة التي جمعت فريقي أولمبيك مارسيلي الفرنسي بأياك أتينا اليوناني. الدولي المغربي بلال خنوس لاعب نادي جينيك البلجيكي يكشف عن سر وراء اختيار تمثيل المنتخب المغربي. أشار فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوزير المكلف بالميزانية اليوم الخميس عزم المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في النسخة 2031. وأعلن فوز القجع خلال جلسة البرلمان ليومه الخميس استعداد المغرب لاستضافة العديد من الأحداث الرياضية الكروية والعالمية، منها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم في عام 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال. وسينافس الملف المغربي حال وضع ملف الترشح لاستضافة كأس العالم للسيدات في عام 2031 مع ملف دولتي الصين وإنجلترا. وأبدت الصين وإنجلترا في وقت سابق رغبتهما في تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، وفي وقت ستحاول فيه المملكة المغربية بفضل البنية التحتية الرياضية القوية التي تمتلكها. يذكر أن فوز القجع كان قد أعلن في وقت سابق أن المملكة ستنظم رفقة البرتغال والإسبان كأس العالم للأندية 2029 للتأكد من جاهزية الدول الثلاثة لاحتضان مونديال 2030. استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2024 في الساحل العاج، تشمل قائمة اللاعبين الذين ينشطون في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية بالإضافة إلى لاعبين محليين. ورفض الركراكي إعلان عن القائمة النهائية للمنتخب المغربي قبل 10 أيام من انطلاق البطولة الإفريقية، وذلك لعدة أسباب منها أنها غير نهائية بعد الإضافة إلى أنه لا يريد أن يعطي الأمل للاعبين الذين قد لا يتم اختيارهم. وتشمل القائمة المجموعة من اللاعبين الذين لعبوا للمنتخب المغربي في السنوات الماضية وتضم 50 لاعبا بالإضافة لأسماء جديدة غالبتها من المنتخب المغربي الأولمبي قبل أن يقرر الركراكي تقليص عددها قبل 10 أيام من انطلاق المسابقة لأخذ بعض المباريات الودية لاستعداد الجيد لكأس أمم إفريقيا 2023. أصدرت اللجنة الأخلاقية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارا يقضي بتوقيف محمد عفيفة حكم وطني بالعصبة الجهوية للدار البيضاء لمدة 5 مقابلات، مع المنع من الولوج إلى الملاعب الكروية طيلة هذه المدة مع تغريمه مبلغ 20,000 درهم. وقالت اللجنة في بلاغ لها أن القرار جاء لعدم مصافحة ديارس كوسكو لاعب فريق نادي القرنطيري خلال المباراة التي جمعت الأخير بأولمبيك اليوسفية لحساب الجولة الثانية من البطولة الوطنية الهواتة والتي أجريت يوم الأحد فاتح أكتوبر 2023 بملعب الداخلة في مدينة اليوسفية. نجح النجم المغربي أمين حريت في تسجيل خلال المباراة التي جمعت أولمبيك مارسيليا الفرنسي بنظيره أياك أتينا اليوناني اليوم الخميس لحساب الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي، واستطاع تسجيل الهدف الثاني لأولمبيك مارسيليا
في حدود دقيقة 60 من ركلة جزاء ببراهة من تنفيذها، ومنحها التقدم لأصحاب الأرض. ويزكي أمين حريت تألقه الأخير مع نادي أولمبيك مارسي الفرنسي مقدما مردودا قويا، فرض على المدرب جينارو غاتوزو الإشادة به والتغني بإمكانياته في أكثر من مناسبة. قال الدولي المغربي بلال خنوسة لاعب نادي جينيك البلجيكي إنه اختار تمثيل المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بدلا من بلجيكا بكون أنه بلد آبائه وأجداده. وأكد متوسط ميدان نادي جينيك البلجيكي الدولي المغربي بلال خنوسة في مقابلة مع إحدى قنوات البلجيكية إن السر وراء اختياري اللعب مع المنتخب الوطني المغربي هو أنه أستمع إلى ما قاله قلبي. الاختيار كان سهلنا، لقد أدعت قلبي الذي قال لي بأنه علي اختيار المغرب حسنا وقمت بذلك. وأضاف قائلا أجدادي جاءوا من المغرب، لقد فعلوا كل شيء من أجلي ومن أجل عائلتي، أردت أن أرد الجميل باللعب للمنتخب المغربي، لذلك أنا فخور جدا بكوني لاعب مغربيا ودوليا وصل إلى نصف النهائي كأس العالم. لقد كان شعورا غريبا، بلجيكا أعطتني كل شيء، ذهبت أيضا إلى المدرسة هنا، لعبت أيضا مع المنتخب البلجيكي في فئات شباب، وأشعر أنني بلجيكي وأنا ممتن لكل من تلقيته، لكن في سن معينة عليك أن تختار، وبالنسبة لي وقع هذا الاختيار على المغرب. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.